السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفيديو اللي قدامنا ده بنشوف نمر وأسد، أو أنثى نمر وذكر أسد، وهم بيلعبوا معه. وصل وزن أكبر أسد في البرية ل 313 كيلو جرام، بينما بلغ وزن أكبر نمر سيبيري وجد في البرية ل 384 كيلو جرام. يعني النمر البالغ وزنه بيكون أكبر من الأسد البالغ بكتير. والوزن الطبيعي للأسد ممكن يوصل ل 227 إلى 250 كيلو، والنمر ممكن يوصل إلى 272 كيلو، وده متوسط وزن النمر والأسد من الحجم البالغ. بيعتبر النمر كطول هو أطول من الأسد، لأن بيبلغ المتوسط طول الطبيعي للنمر من الأنف وحتى طرف الديل من 2.7 متر إلى 3 متر، في حين أن الأسد بيبقى ما بين 2.4 إلى 2.7.